بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الاخبار، مع مجموعة اخبارية سريعة لاهم الاخبار في نشرتنا النهاردة. بالقاهرة والاسكندرية سنتعرف على منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم باسعار مخفضة، وايضا سنتعرف على كمية الذهب التي دخلت الى مصر منذ بداية العودة او السماح باستجلاب الذهب من الخارج. أما الخبر الثاني عن القرش، ومعلومة مهمة عن القرش، ونبدأ أخبارنا اليوم. ندعوك في البداية للاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلك كل ما نقدمه على هذه القناة من أخبار، ولا تنسى دعمك لنا بلايك وشير. الخبر الأول وهو عن منافذ وزارة الزراعة في محافظة القاهرة والإسكندرية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة. فمنافذ البيع في محافظة القاهرة: منفذ الدقي شارع 1 نادي الصيد، منفذ شباب الخريجين بالدقي شارع 1 نادي الصيد، منفذ الهرم العنوان شارع الهرم محطة المطبعة، وحدة تقطيع مزرعة غطاطي من كفر غطاطي، مبنى جهاز التعبئة والإحصاء منطقة شبرا جهاز التعبئة والإحصاء، منافذ بيع وزارة الزراعة بالإسكندرية حي المنتزه والعجمي، حي العامرية، موقف المتراس، حي الجمرك، حي الإبراهيمية، منطقة أبو كير، ومنفذ بحري. سعر كيلو لحم بمنافذ وزارة الزراعة من 185 جنيه إلى 250 جنيه، وتم طرح كميات كبيرة من منافذ وزارة الزراعة من اللحوم بصفة مستمرة، حيث تشهد إقبال كبير من المواطنين، حيث تعتبر منافذ وزارة الزراعة منتشرة في جميع محافظات مصر لخدمة المستهلكين ومنعا لاستغلال التجار للسلع الأساسية والبيع بأسعار مخفضة. أما الخبر الثاني معنا النهاردة وهو عن كمية الذهب التي دخلت إلى مصر في الفترة الأخيرة بعد السماح بدخول الذهب عبر منافذها. استقبلت مصر من خلال المنافذ الجمركية أكثر من 194 كيلوغرام من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الفترة 11/5 حتى 11/6/23، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة. قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج بيسهم في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن الأسعار اتساقا مع الأسعار العالمية، حيث يؤدي زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يسهم أيضا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ. أما الخبر الثالث معنا النهاردة وهو عن القرش، فالقرش لا يهاجم البشر إلا نادرا، فقد قضى الشاب البالغ من العمر 23 عام من منتجع سياحي في منطقة أو مدينة الغردقة يوم الخميس 8 يونيو 23، حيث هاجمه القرش ومزقه إلى نصفين على مرأة من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجدا على الشاطئ. وعلى الحادثة علقت أنجيلا زيلينتر عالمة الأحياء المائية بجامعة زيورخ السويسرية أنه وخلال عملها غاصت أكثر من 1000 مرة في جميع أنحاء العالم، وكان أكثرها في سواحل البحر الأحمر المصرية، ولم يكن لديها طيلة التاريخ المهني أي موقف خطير مع أسماك القرش بأنواعها المختلفة بما فيها سمكة قرش النمر التي تسببت في حادث يوم الخميس الماضي بسواحل مدينة الغردقة. وأوضحت أن حوادث اعتداء أسماك القرش على البشر نادرة جدا، وفي أغلبها تترك السمكة البشر عندما تكتشف أنه ليس من طعمها، لذلك فإن هناك 3 أسئلة تحتاج إلى إجابة حتى يمكن تفسير أسباب مهاجمة سمكة القرش للضحية عدة مرات وإصرارها على إلحاق الضرر به، وكذلك تفسير سبب وجود السمكة في المياه الضحلة وفقا لحديث مع الشرق الأوسط. كما لفتت أنه سيكون من الجيد معرفة ما إذا كان القرش المقتول ذكر أم أنثى وسليما أم مريضا. أضافت أيضا أن عادة ما تلد إناث القرش النمر في المياه الضحلة، وتختلف فترة الحمل من سمكة الأخرى لكنها تتراوح ما بين 12 و16 شهر، لذلك من الجيد معرفة ما إن كانت السمكة المسؤولة عن الحدث أنثى أم ذكر، لأن ذلك قد يفسر سبب وجودها في المياه الضحلة. وأشارت أيضا أنه عندما يكون القرش ضعيفا أو مريضا
يكون غير قادر على الإمساك بفريسته العادية، لذلك فهو يبحث عن طعام سهل مثل فضلات الطعام، وعن طريق الخطأ أيضا الإنسان الذي يتناثر على السطح أثناء السباحة، موضحا أنه عادة ما تتناثر الفريسة الضعيفة أو المصابة أيضا على السطح. وهذا يعني بالنسبة لسمكة القرش النمر أنها فريسة سهلة الإمساك بها، لذلك فإن تحديد الحالة الصحية للقرش مهم أيضا. هذا ما كل لدينا النهاردة من مجموعة إخبارية، نرجو أن تكون قد نالت إعجابكم بأخبار ومعلومة، ودائما مع مصادر الأخبار تلقى المعلومة وتتلقى الخبر. شكرا، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر ومجموعة إخبارية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.